سلام سلام حبوباتي الغاليات، جيسبر تكونوا كامل بخير وانتم تتبعوا معايا هاد الوصفه تاع لي موفين وشوكولا. طريقه هايله وتكون كامل بالشوكولا. نشوفوا المقادير. هنايا نسحقوا 100 غرام تاع السكر سكر كريستاليزي بالكاس، يجينا كاس غير ربع. نسحق زوج حتى 3 مغارف تاع لي بيبيت دو شوكولا نوار، كاس تاع فارينه بالميزان 125 غرام. نسحق تانيك زوج حبات بيض. نسحق عجينة الطلي، نستعملوا النوعية اللي حبيتو. ونسحق تانيك قرصة تاع الملح لافاني، وتانيك علبة تاع الياورت عمرتها بالكريمة الطازجة يعني لا كريم فريش، كيما تقدروا تعوضوها بالياورت الطبيعي يعني الزبادي، يعني علبة تاع الياورت الطبيعي. كيس تاع خميرة كيميائية وزن 10 غرام، وزوج مغارف كبار يعني ملعقتين أكل تاع الكاكاو المر. ونسحق تاني 80 غرام تاع الزبدة اللي كنت ذوبتها من قبل، كيما تقدروا تستعملوا لا مارغارين. نجوزو نشوفو دوكا طريقة التحضير. هنايا دون زان ريسيبيون حطيت زوج حبات بيض، ضفت لهم السكر اللي هما 100 غرام ولا كاس غير ربع تاع السكر سكر كريستاليزي، ونخلط كلش. تقدروا هنايا تخلطوا بالخلاط اليدوي، ما كاين حتى مشكل، كيما تقدروا تستعملوا الباتور ولا لو فوي. دونك ضفت لهم هنايا لافاني ونخلط كلش مليح. بعد هدايا نضيف الكريمه الطازجه اللي هي قيس علبه ياغورت، كيما تقدروا تعوضوها يعني نعاود نقول لكم، تقدروا تعوضوا الكريمه الطازجه بالياغورت الطبيعي يعني علبه تاع الياغورت الطبيعي. فوالا نضيف تانيك الزبده اللي هي 80 غرام والقرصه تاع الملح، ونزيد نخلط كلش مع بعض. هنايا تانيك نضيف زوج مغارف كبار تاع الكاكاو امير، ونزيد نطلع كلش مع بعض. مع الاول خلطوا غير بالعقل، ومن بعد هذيك زيدوا يعني في السرعه ولا في لافيتاس تاع لو فوي ولا لو باتور تاعكم، يعني على بالي هذه كامل تعرفوها هكذايا باش ما يطير لناش هذاك الكاكاو. دونك هنايا بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات، نضيف هنايا على مره الفارينه اللي هي كاس قيس 125 غرام مع 3 مغارف تاع لي بيبيت دو شوكولا، شوكولا نوار. اللي ما عندهاش لي بيبيت دو شوكولا تقدر تاخذ اون تابليت دو شوكولا وتكسرها، ومن بعد تاخذ قيس 3 مغارف. وتانيك نستعملو كيس تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. دونك هنايا نخلط كامل هاد المكونات مع بعضها، وهنايا نخلط غير بالفوي مانيال يعني بالخلاط اليدوي حتى نحصلوا على عجينه كيما هادي. دونك هاي ليك العجينه تاعي، هذا هو القوام ديالها. هنايا ناخذ اون ماريز و جو فيان راكلي كامل هذوك لي بور تاع الريسيبيون ديالي. خديت هنايا لو مول اموفين ولا تاع لي مادلان، حطيت فيه لي كيسات، هاد لي كيسات سبيسيال تاع لي مادلان، ومن بعد حطيت قيس ملعقه اكل في كل يعني كيسات كيما راكم تشوفوا. وندير جوغ ثقب صغير هكذايا في الوسط باش نحط فيه لاباتا تارتيني. بالنسبه لاباتا تارتيني قد ما تكون النوعيه تاعها جيده قد ما يجيكم هاد لي موفين يجوكم هايلين، بلا هاد لي مادلان كيما نقولوا لهم حنايا يعني عندنا. فوالا دونك هنايا حطوا مغرفه سيو كيفاش تحطوها في الوسط هكذايا باش ما تروح لكم ني غوش ني دغوات وما تتحرق لكمش. فوالا كملوا هكذايا بنفس الطريقه، حطوا قيس ملعقه قهوه ولا ملعقه اون كويغ كافي ولا اون كويغ ديسير. فوالا زيدوا خذوا تانيك اون كويغ اسوب يعني ملعقه كبيره تاع العجينه، وزيدوا غطوا بها هذيك لاباتا تارتيني. فوالا بهذه الطريقه يعني دون فاسون وين تجيني هذيك لاباتا تارتيني تجيني او ميليو. فوالا يعني اون تو درنا 2 كويغ سوب تاع لاباط في لاكيسات. كملوا بهاد الطريقه، حاولوا كيفاش تسويو شويه السطح ديالها. فوالا هنايا اللي حبت تزيد لها دي بيبي دو شوكولا من الفوق تقدر ديرها. انا هنايا الكميه اللي دارت لي هي 10 حبات تاع لي مادلان كيما راكم تشوفوا. هنايا جو نيتوا كامل، نقي كامل هذاك لو مول ديالي يعني الا طاحت لي لاباط ولا لاباتا تارتيني هكذايا باش ما تحرقليش.
ونحطها في فرن يكون ساخن على 180 درجة 180 دوغري مدة 20 دقيقة. هاي لك هنايا بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجي، يعني ماشي هذوك لي موفين يطلعوا بزاف، يجوا يعني جوست فوالا. دونك هنايا نحطهم سور اون غري باش يبردوا فوالا. وكيما هنايا تقدروا ديروهم دي كاب كيك، يعني تزينوهم من الفوق بلا بوشادو، يديروا لهم لا شونتيي ولا ديروا لهم لا كريم او بور فوالا. بيان سور انا ما نخليكمش بلا ما نفتح لكم حبه وتشوفوها قدامي كيفاش جات. جات يعني لداخل هايله، شوفوا هنايا هذوك لي بيبي دو شوكولا يعني دبال دابو كامل فوالا. هاي لي كاني فتحتها قدامكم باش تشوفوا يعني دي موفين تو شوكولا فوالا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، ما تنساوش تجربوها. نقول لكم الى فيديو قادم، مع الف سلامه، باي باي.